خلي روحك رياضية. الرياضة يا أخي أخلاق. التحدي والتنافس في مجال الرياضة ظاهرة سليمة وصحية، لكن كل شيء يزيد عن حده ينقلب ضده، وكل واحد منا عنده فريقه المفضل أو ناديه المحبب له، ومن حق كل شخص أنه يتحمس للفوز بناديه أو أنه يزعل لخسارة فريقه، لكن من غير المعقول أن يتحول هذا العشق إلى تعصب اتجاه نادي معين، بحيث يعتبر النادي المنافس هو العدو اللدود ويجب أن يقضي عليه. هنا تفقد الرياضة معناها الحقيقي، وتصبح المباريات ذريعة للمتعصبين عشان يسوون فوضى، ويصل بهم الأمر أيضا إلى أنهم يؤذوا الآخرين ويعتدوا عليهم لفظيا وجسديا. للأسف هناك بعض المنابر الإعلامية الرياضية تعمل على تأجيج نار التعصب. في النهاية مهما كنا منحازين لفريق معين ونشجع فريق آخر، فلنشجع برقي، وما حدث في الملعب يبقى في الملعب، ونخرج نحن بنفوس راضية مطمئنة، ونجسد أخلاق وقيم وتقاليد الإمارات. علينا أن نعلم أو علينا أن نعلم الأبناء أن هذه قيم خاصة في ميادين الرياضة محليا وأقليميا ودوليا، ليس فقط في الإمارات. وخلي روحك رياضية دائما. شكرا والسلام عليكم.